الوضع صار مرة حساس العزيز على السوشيال ميديا ويحتاج لتدخل فوراً من أهل الخبرة. والله الأسبوع ذي بالنسبة لي أنا بسميه أسبوع السوشيال ميديا، يعني بش نخدم عليه توسكي تويتر توسكي سناب شات توسكي انستغرام، الحاجات الضعاف اللي قال لي معناها اللي طايحوني أنا في السوشيال ميديا بش نخدمهم بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله بشي 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 يطلعوا. جايين اليوم نشوف إيش كيف التطورات في حسابك في انستغرام، برضو اليوتيوب كيف كان، كيف ضبطتهم، برضو حتى راح ندخل شوية على تيك توك. بس خلينا أول شيء في الانستغرام، كاتب بالإنجليش والعربي الاسم، هذا شيء مرة كويس. لكن لاحظت هنا في البايو أنه أنت لسه ما أنت حاط طريقة تواصل اللي يبغى يتعاقد معك، اللي يبغى يعمل صفقات، اللي يبغى ما في... عشان ما كيف نحط نمر التليفون، طريقة التليفون درن 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 يصير شغال. صحيح، هذه صارت لي قبل معنا في تونس. حط إيميل، إيميل صح؟ في تذكرة تكلمنا عن البايو لينك قبل. البايو لينك هذه أنت تحط رابط، إذا ضغطت على الرابط يطلع اليوتيوب الشانل تبعك، ويطلع التيك توك، تطلع الانستغرام، واتساب، إيميل، كل شيء في البايو لينك موجود. الواحد بس يضغط عليه. أنت تقدر ممكن أنه قنواتي موجودة في البايو لينك مثلا، أو كثير مواقع زي البايو لينك. حسابك جدا جميل، لكن الآن أنت دخلت على عالم جديد، دخلت على حياة جديدة، دخلت على ممكن أنه أنت تشيل بعض الأشياء اللي أنت كنت حاطها زمان اللي أنت تشوفها مو مناسبة. هذا كإنستغرام أتكلم. خلنا ندخل على اليوتيوب. عيني أنت لازم تحط شيء عنك، تعريف، أنا مغني كذا كذا، أعمالي، قنواتي، الانطباع الأولي يعني اللي أنت تبغى تعطيه للناس مثلا، الأشياء اللي أنت تبغى تذكرها يعني للناس قد ما تقدر. ما عملتش برشا شغل في السوشيال ميديا على خاطر تعب وديليز وبرايم وستريس شوية، دونك تلقى تلقاش روحك متكامل. طيب خلينا نروح على التيك توك. التيك توك عجبني فيه أنه أنت متى فتحت حساب التيك توك؟ 8 نوفمبر. أسبوع يعني؟ 8 نوفمبر. صح، قبل أسبوع تقريبا، أقل أو أقل من أسبوع. وصلت كم؟ 4300. ترى مرة شيء مو سهل. هنا يدل أنه أنت يناسبك التيك توك بعد، صح؟ مو بس الانستغرام، فينفع أنه أنت تسوي مقاطع كثيرة. هنا مو كاتب اسمك بالعربي، نحط هنا العربي، الاسم بالعربي والإنجليزي. برضه هنا نذكر أنه هذه قناتي في اليوتيوب. هذيك بتنجب تذكر، مش بايو هذيك. إيش؟ هذيك ويب سايت. هذا مو بايو صح؟ مش بس ممكن هنا تكتب في البايو أنه قناتي، تحصلونها في الرابط يعني أو شيء. فعزيز يعني أنت شغال صح على السوشيال ميديا إلى الآن، لكن عندك هذه الملاحظات البسيطة اللي ذكرت لك إياها ونبغى نعدلها قد ما نقدر. أوكي. متى نغير الصورة؟ اليوم. اليوم؟ اليوم. أكيد. يمشي للغرفة بحدي. إيش طيب أنت ناقصك في السوشيال ميديا؟ إيش الأشياء اللي تحس ما هي؟ والله أنا ما نقصني شيء، جوست نقصني الراحة وإني نركز على السوشيال ميديا أكثر. باش تخدم على الوركشوب نتاع السوشيال ميديا متاعك يعني لازمك تركز عليها، ما فيهاش لعبة، على خاطر الغلطة بحسابها والإهمال يخليك في المرتب الأخرى يعني.